السلام عليكم. النهارده الفيديو بتاعنا جديد ومختلف، هنعمل مع بعض التشيكن وينجز بطريقه المطاعم. طريقته حلوه جدا وسهله بجد هتعجبكم. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. تبقى عندي اجنحه الدجاج، طبعا الحته اللي فوق دي لازم اتخلص منها، وادي الجناح اهو، يبقى السكينه واسميه كده من النص كده كده. هاد بنخلص كل الكميه حتتين اهو، سكينة تكون حامية بالشكل ده. بعد ما قطعت بقى كل كمية الجناحات، تيجي بقى اعمل التتبيلة. عندي معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، فلفل اسمر، ملح، نص معلقة صغيرة جنزبيل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، عليهم شوية زيت. هي دي التتبيلة، سيبقى اخلطهم كده وسيبهم في التتبيلة دي شوية. بقى مسكناها في التتبيلة كده لمدة ساعة، نجيب رصيناها في الصينية وحطيناها في الفرن. ناخد معايا اللون الذهبي، بعد كده بطلعها. تعالوا بقى نعمل الصوص اللي احنا هنقدمه على التشيكن وينجز او اجنحه الدجاج. معايا نص كوبايه من الباربيكيو صوص. الباربيكيو صوص انا عاملاه فيديو قبل كده، هحط لك برده اللينك في صندوق الوصف. دي نص كوبايه صوص حلو جدا. حط عليهم معلقه عسل، معلقه كبيره كده من العسل. لو مش متوفر عندك العسل احنا هنحط شويه سكر. وعندي شطه اللي هي السايبة دي، طبعا لو مش بتحب السبايسي يبقى استغني عنها، بس جد بجد بتفرق فيك جدا في الطعام. دي له غلوة واحدة بس وكده يبقى الصوص جاهز معانا. بصوا غلوة اهي، خلاص هو كده خلاص. كمان اجيب بقى فولة كده، ريحة الدجاج اللي احنا عملناها، بص اللون بتاعها، اللون بتاعها حلو قوي. ودي هنا بعد ما حطيت كل اجنحه الدجاج، بعد كده بنسيب عليها بالصوص اللي احنا عملناه مع بعض ده. ريتهم كويس جدا بجد تحفه، الريحه حلوه قوي. بعد بقى ما قلبناه مع الصوص بتاعه كده في التقديم، ممكن تعمليه مع مكرونه، مع رز بسمتي ابيض. الطبق ده في المطاعم بيبقى غالي جدا. طبقنا اخر حاجه بقى بضيف عليه السمسم. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. اتمنى بقى يكون النهارده الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.